تحياتي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من راست خبر اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، وعشان هيك بقولكم تشتركوا فيها على يوتيوب. سيرجيو راموس كنا شبه مقتنعين برحيله قبل فتره، لكن يبدو النغمه تغيرت شوي في الفتره الاخيره في الاعلام المدريدي وبدا التمهيد لبقاء اللاعب. صحيفه ماركا خرجت بتقرير قالت فيه الامور تحسنت، مفاوضات فلورنتينو بيريز مع راموس المباشره واتصالاتهم جاءت بنتائج ايجابيه. العرض الملكي ما تغير، لكن موقف سيرجيو اللي هو تغير. النادي ما زال يقول له عندك عقد سنه بنفس راتبك او سنتين بخصم 10% من راتبك. هذا الخبر اكدته قناه اي بي سي ايضا، لكن صحيفه اس حذرت وقالت هذا مش اتفاق فعلي، هذا اتفاق على ان يتفقوا، لكن اللمسات النهائيه حتى الآن ما انوضعت وممكن أي شيء يتغير. صحفيين إسبان تواصلت معهم شخصيا، وصحفيين إسبان غردوا على تويتر وقالوا الفكرة مش مسألة وفاء مطلق ورغبة بالبقاء بين الطرفين، الظروف المحيطة أجبرتهم ياخذوا خطوة لورا الاثنين. فالوعد ب 20 مليون يورو سنويا اللي سمعناه من سان جيرمان لسيرجيو راموس ربما يكون تغير مع قدوم بوكوتينو، وأيضا ربما سان جيرمان وجد نفسه في موقف مش مريح بالنسبة لقوانين اللعب المالي النظيف، وهو عم بيتفاوض الآن لتجديد عقد عدة نجوم دي ماريا بيرنت ونيمار طبعا، وما مننسى كيليان إمبابي. مانشستر سيتي دفاع متماسك القوي خلاه يخرج تماما من هذا السباق، ما عاد محتاج يستثمر في مدافع لمدة سنة، والأفضل له يستثمر في مدافع شاب. أما مان يونايتد فهو أساسا بركز على اللاعبين الشباب، وواضح أنه حابب يستنى للصيف عشان يشوف خياراته في السوق. يعني من ناحية راموس ربما يكون وجد نفسه في زاوية وعود غير موثقة. أما ريال مدريد فكان رهانه الكبير على ديفيد ألابا، لكن هذا ألابا كل يوم عم بيزيد مطالبه المالية حسب التقارير، وبالتالي النادي مش كثير ضامن أنه حيحصل على العقد معه. النادي متخوف، والأضمن إله بقاء سيرجيو راموس حتى تتحسن أحوال الدنيا وترجع الجمهور ويصير مع النادي فلوس ويعود متحكم بالسوق كما كان. يعني باختصار الجو العام الحالي، الظروف الحالية خلت سيرجيو راموس يحاول يغير رأيه وياخذ خطوة لورا، وخلت ريال مدريد يرحب بتغيير الرأي هذا ويشوفوا أنه خطوة جميلة وكويسة. الاثنين واثقين أنه الطرفين بحبوا بعض، والطرفين برحبوا ببقاء بعض، والطرفين مدعومين، والطرفين ثقتهم مطلقة بأنه الاثنين بيحتاجوا بعض بهذه الفترة. لكن تغيير الظروف أجبرت الجميع أنه يغير رأيه أو يعيد تفكير ربما ويفكر بشكل صحيح، أنه ضايل سنة سنتين في مسيرتك اختمها في المكان اللي تحولت فيها لأسطورة. وبنفس الوقت بالنسبة لمدريد ما تخلوا السمعة الشهيرة عنكم إنكم ما بتحترموا أساطيركم. نوصل هون لنهاية رصد خبري، واللي دائما بذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على يوتيوب عشان دائما بيجي فيها مقاطع أكثر ونستفيد منها مع بعض. إذا عندكم أي اقتراحات لتطوير فكرة رصد خبري بالتعليقات وأنا بقرأها إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.